السلام عليكم، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الشوفلور اللي غادي نديروه بتتبيله جد رائعه، وغادي نطيبوه في الفرن ما غاديش نقليوه. عندي هنايا واحد الحبه ديال الشوفلور اللي قطعتها بحال هكذا، وريدات صغار ما نكبرهمش بزاف، بطبيعه الحال مغسول جيدا. اول حاجه غادي نديروا هذا الشوفلور المسلوق كيف ما كتشاهدوا معايا، الماء عندي غليان، غادي نزيد له شويه الملح، ملي كنديروا الشوفلور كنحسبوا له تقريبا 7 ديال الدقائق، ما نطيبوهش بزاف باش ما يتفرتدش، والماء غليان بطبيعه الحال. نستناو عليه واحد 7 ديال الدقائق ومن بعد نصفيو ونكملو بقية الوصفة ان شاء الله. من بعد ما مرت 7 ديال الدقائق غادي نطفي عليه ونصفيه. بسم الله، من بعد ما صفيت الشوفلور ودرته هنايا في واحد الشبكة باش يستقطر لي هداك الماء اللي فيه، عندي هنايا 100 غرام ديال الدقيق، 150 غرام ديال لاشابلوغ أولا الخبز المحمص، 3 ديال البيضات، تقريبا عندي هنايا 40 غرام ديال جبنة البارميزون كيعطي له مذاق رائع، غادي نزيدو مباشرة على لاشابلوغ، شوية ديال المعدنوس نزيدو حتى هو على لاشابلوغ، شوية ديال بودرة الثوم، إلا ما توفرتوش عليها غادي ديرو واحد ريس حتى لجوج ديال الثومة، بسم الله كنديرو البيض واحد البول اللي تكون شوية هكذا كبيرة. نزيد له شويه ديال الملحه، سبق ليا وسلقت الشوفلور في الماء والملحه، ولكن غنزيد شويه مع البيض شويه الملحه. وتقريبا 5 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون اللي غادي نضيفهم على لاشابلوغ، سمحوا لي ما حطيتهمش مع المقادير كانوا غير على جنب. بسم الله، تقريبا 5 ديال المعالق كبار، وكنخلطوا هاد لاشابلوغ مع الجبن المعدنوس زيت الزيتون بودرة الثوم. وبطبيعة الحال عندي اللاطة اللي غادي نطيب فيها الشوفلور اللي درت فوق منها ورق الطهي، بسم الله كنفوتو الشوفلور في الدقيق هو الأول، ومن بعد البيض، ومن بعد كنفوتو في لاشابلوغ، ضروري ما نفضو هداك الزائد ديال الدقيق. كنحاولوا نلبسوه جيدا بهذا الخليط ديال لاشابلوغ مع الجبن وبقيه العناصر اللي ضفناها، ومباشره كنوضعوا في اللاطه اللي تمشي للفرن. بعد ما كملت الكميه كامله كيف ما كتشاهدوا معايا، سبق ليا وشغلت الفرن على 180 درجه من الاسفل والاعلى، غادي ندخل الشوفلور يكمل الطياب ديالو ويتحمر.
ونخرجوه ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. ما خرجت الشوفلور من الفرن كيجي بهذا الشكل، هذا كيجي اكثر من رائع، مقرمش ولذيذ بزاف. بسم الله، ديال بزاف التتبيله اللي درنا له. كيجي مقرمش ولذيذ بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.